بسم الله الذي تفرد بدوام العزة والبقاء. بسم الله الذي كتب على جميع مخلوقاته الموت والفناء. بسم الله الذي لم يشاركه في خلده أحدا حتى الملائكة والأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كل الخلائق يبتغون رضاه، هو العزيز فلا عيون تراه. كل الخلائق سبحت بجلاله، بالصمت قالت ربنا الله. فيا أيها الإنسان حسبك غفلة، فالموت آت كلنا يلقاه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. الله علمه وحيا بلا قلم، سبحان من علم الإنسان بالقلم. كمثل موسى رعى في قومه غنما، فصار بعد قليل راعي الأمم. اقرأ لعمرك في القرآن ناطقة، في سورة الحجر لا تخفى على الفهم. في خلقه بشر، في طهره ملك، في نوره قمر يمشي على قدم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، ما زلنا في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم وتشريف عميد العمد وقاضي قضاة العرب، عميد عائلات حميدة، العمدة حمدي حميدة، رجل الواجب في كل مكان. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدم في حياته ذكرا له في قبره، اللهم آمين. والإيمان والإسلام، ما زلنا مع أحد أعمدة الفراشة والسرادقات والخيم المكيفة وتنظيم المؤتمرات العالمية على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤسسة الحاج فتحي القارح وأولاده لأعمال الفراشة والأعمال الفندقية، الإدارة الناجحة والواجهة المشرفة ومتعهد ليالي الكبار الأستاذ أيمن فتحي القارح، المقيمين بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية. نعود وإياكم إلى دستور الأرض والسماء. أيها الجمع الكريم، يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فهيا بنا مع جمال الصوت وعذوبته ودقة الأداء وروعته نعيش مع قارئ الأعتاب الطاهرة وقارئ الأولياء فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية، ونائب نقيب قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة، يتلو علينا من آيات الله البينات. وندعو الله تبارك وتعالى أن يفيض عليه بفوضات القرآن الكريم ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ولبثوا في كهفهم
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا قل أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك بربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من
اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع العشي يريدون وجهه ولا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم ف
فمن جاء فليؤمن ومن جاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب إن الذين آمنوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنة متفقا واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل صدق الله العظيم. واضرب لهم مثلا رجلين
ضرب لهم مثلا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل كلتا الجنتين آتت أكلها وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وفجرنا خلالهما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وما أظن الساعة
قلبي وما أظن الساعة قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من خلقك من تراب ثم نطفة ثم سواك رجلا خلقك من خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو ولولا إذ دخلت
قلت ما شاء فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا فعسى ربي أن ويرسل عليها حسبانا من السماء حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة وما كان منتصرا
هنالك الولاية لله هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم. هكذا أيها الجمع الكريم عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية، ونائب نقيب قراء جمهورية مصر العربية، والمقيم بالقاهرة. نقلناها لكم على أحدث وحدات الإذاعة والإنارة الحديثة والفراشة الكبرى، قد ركبت لكم من أولى مخازن ومعارض الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية من جوهرة السرادقات، مؤسسة الحج فتحي القارح وأولاده لأعمال الفراشة والأعمال الفندقية وتنظيم ليالي القرآن الكريم. الحج فتحي القارح وأولاده عالم من التميز والإبداع في عالم الفراشة والسرادقات والخيم المكيفة وتنظيم المؤتمرات العالمية وليالي القرآن الكريم. الإدارة الناجحة والواجهة المشرفة ومتعهد ليالي الكبار الأستاذ أيمن فتحي القارح، المقيمين بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية. كما أتقدم نائبا عن جميع عائلات حميدة وأسرة الراحل الكريم والأستاذ الشحات حمدي حميدة والأستاذ رضا حمدي حميدة والأستاذ عماد حمدي حميدة والأستاذ عبد المقصود طلعت حميدة وصاحب الواجب الأستاذ رامي مدحت الفقي، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من جاء للعزاء والمواساة، وشكر الله سعيكم جميعا.